المصريين دايما تحس كده ان هم اكتر مثال يطبق على فكرة الكائن الاجتماعي، مخلوق اجتماعي بيحب العلاقات، بيحب الصلاة، وبيحب كمان ينبه الناس على أصول إدارة العلاقات وإزاي إن العلاقات تكون فيها معيار وفيها مقياس، عشان المقياس ده يخلي الإنسان رشيد ويخليه في حياته يعرف منين ينطلق وإيه المقياس اللي يعرف فيه إن هو إنسان اجتماعي وبيؤدي إلى حياة اجتماعية تدخل السرور والبهجة على الناس. الكلام ده مهم جدا جدا عند المصريين، مهم عندهم إن هم يحسوا إن هم في بيئة بتساعدهم على السعادة، وعشان كده دايما بيطردوا أسباب التعاسة، والعلاقات من أهم أسباب السعادة للإنسان. وعشان كده في عبارة للمصريين مليانة حكمة وكمان محشية نور. إيه العبارة دي؟ عبارة بيقول فيها المصريين: اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. تعالوا نشوف المصريين بيقصدوا إيه بهذه العبارة الحكيمة في التقرير التالي. ده مثل 100% سليم، ملوش خير في أهله، ملوش خير في أي حد. إذا كان أنا ما نسيت أخويا يبقى أنا هفكر في غيره؟ إذا أنت مالكش خير في أهلك ولا في ابنك ولا في ده، يبقى لك خير في الناس إزاي؟ ماليش خير في ناس خالص، ماليش خير أي حد. أكيد ملوش خير في الناس. أهلك دول كل حاجة ليك طبعًا، أنت من غيرك ولا تسوى مؤاخذة ولا تسوى أي حاجة. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في نفسه ملوش خير في الناس. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. ليك خير في أهلك هيبقى ليك خير في كل الناس، هيبقى الخير مطبوع فيك لكل الناس. ملوش خير في اهله وملوش خير في اي حد، دي حقيقه. ملوش خير في اهله يعني بقى له صرف عليه وربوه، ولما يكبر ما مش كويس معاه. ملكش خير في باقي الناس. لازم يبقى لك خير في اهلك اول حاجه، بعد كده يبقى لك خير في الناس كلها. كلام صح طبعا. اللي ملوش خير في اهله يبقى ملوش خير في حد تاني. يعني الانسان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد. هو خيركم خيركم لاهله، فانا ما ينفعش اكون ملوش خير في اهلي، لان انا خلاص انا كده هفقد هويتي، هفقد اصلا انا مين. اذا كان هم اهلك اللي منك فانت اكيد يعني مش خايف عليهم، او مثلا مش بتراعيهم، فاكيد مش هتراعي الغريب.